أكد الرئيس التنفيذي في مجموعات شركات علي الغانم وأولاده للسيارات فهد الغانم أن الشراكة الجديدة التي أبرمتها الشركة مع علامة جيل الصينية أتت بعد التأكد من قوة وجودة السيارات التي تقدمها للعملاء في جميع أنحاء العالم. تأكيدات الغانم جاءت على هامش افتتاح صالة عرض جيل للسيارات بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم والسفير الصيني في الكويت ومسؤولي العلامات الصينية، حيث أضاف فهد الغانم أن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات ستقدم أطول فترة كفالة في السوق الكويتي على سيارة جيلي التي ستمتد لفترة 15 عاماً مع 3 سنوات صيانة وخدمة مجانية. نعلن اليوم عن شراكة جديدة لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، شراكة مع شركة جيلي الصينية، شركة من أكبر الشركات العالمية، مالكة لشركة سيارات عديدة وتملك الحصة الأكبر في شركة مرسيدس. اليوم نعلن شراكتنا وياها، وهذه الشراكة أتت حقيقة لسببين رئيسيين: ثقة شركة جيلي في شركة علي الغانم وأولاده يكون وكيلها بالكويت، وأيضا ثقة شركة علي الغانم في منتج وكفاءة منتج شركة جيلي. وإحنا اليوم أعلننا عن أحد السيارات الجديدة لها كوري، وسياراتها جميعها راح تكون في 15 سنة كفالة وخدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات. هذا يدل على شيء، يدل على أن متانة السيارة وقوتها وثقة المصنع في جودتها، لذلك الكفالة مدتها أطول مدة بالكويت، ما مر سيارة في 15 سنة، هذه أطول كفالة في الكويت. لذلك إن شاء الله نتوقع بأن يعني نحصد حصة سوقية جيدة في هذا السوق إن شاء الله. احنا إن شاء الله مستمرين أولا في تقديم أفضل خدمات لعملائنا وأفضل المنتجات، ودائما احنا حريصين في اختيار المنتجات اللي نمثلها، لذلك ما نقدم جديدنا إلا بعد ما نختبر ونتأكد من جودة المنتجات اللي راح نوقع شراكة فيها. فلذلك بالمستقبل أي منتج جديد، أي سيارة جديدة نعتقد فيها الجودة الكافية بأن احنا نقدمها لعملائنا لن نتردد فيها، وجيلي حقيقة أحدها.